الحنان، الطمأنينة، الود، ثم الأمل، عبارات ترسم السعادة بين جدران وفضاءات دار المسنين بالعرائش. مشروع لقي رعاية خاصة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، حيث تمت توسعته في إطار شراكة مع المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني والجمعية الخيرية الإسلامية بالإقليم. مشروع توسعه دار المسنين بإقليم العرائش جاء في إطار استجابة لمجموعة من الملتفات والمطالب من مختلف أجهزة الحكامة، خصوصا اللجنة المحلية للتنمية البشرية، وكان الهدف منه أننا ننقل الطاقة الاستيعابية ديال هذا المركز من 32 مستفيد إلى 82 مستفيد، وكذلك تجويد الخدمات وهذه المؤسسة لفائدة هذه الفئة الهشة واللي كتحظى بالكثير والكثير من اهتمامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الكلفة الإجمالية لبناء هذه التوسعة كلفت 3.7 ديال المليون ديال الدرهم. كاين الراحة، كاين النظافة، كاين جميع الوسائل متوفرة عندها في المؤسسة، وأنا دي كنلقى فيها الراحة ديالي، وهذه الأكتيفيتات عندي في لابينات في العروق ديالي. عندي أنا كده 30 سنة أنا عايش على برا، ومشاكل الدنيا وسميتو الحمد لله هاني دابا هنا بحال اللي في الدار ديالي وفرحان. هاد الناس اللي هنايا كيحسوا بان هذه فعلا هذه الدار ديالهم، فكيتعاملوا معها على هذا الاساس، والحمد لله عايشين بسلام وموفرين لهم كل ما كيحتاجوه. واهم حاجه اللي ممكن نوفروها لهم هي داك المحبه وداك الحنان وداك الود اللي كيتقاسموه المستفيدين كاملين مع بعضياتهم. المشروع يندرج في سياق تحسين الخدمات بمؤسسات الرعايه الاجتماعيه عبر الرفع من الطاقه الاستيعابيه لهذه المؤسسه، وذلك من خلال بناء وتجهيز جناح خاص بالنساء واخر بالرجال. اصبح التخلي عن المسنين يعني شيء يعني كنشوفوه يعني يتكرر، مما يعني احدث ضغط على الطاقه الاستيعابيه ديال دار المسنين العرائش اللي كانت كتأوي 32 مسن ومسنه، ومع ازدياد طلبات يعني ارتأت اللجنة المحلية واللجنة الإقليمية ضرورة توسيع هذا الفضاء من أجل الاستجابة لكافة الطلبات. هذا المشروع هذا اللي كنشتغلوا عليه في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجمعية الخيرية الإسلامية للعرائش اللي هي تشرف على تدبير هذه المؤسسة للتعاون الوطني، أكيد أنه يعني تتبع المواكبة وأيضا توفير الدعم المالي من أجل ضمان سيرورة هذا العمل باستمرار وعدم الانقطاع دياله. جديرنا بالذكر أن إقليم العرائش تميز بحصيلة إيجابية للمرحلة الثالثة من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بين سنتي 2019-2022 من خلال برنامج تدارك الخصائص المسجل بالبنية التحتية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي، فضلا عن برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.